وسهلا بيكم مرة تانية في برنامج لعبة في لعبة على موقع سوبر مام. النهاردة هنعمل مع بعض لعبة تعليمية مناسبة للأطفال ما قبل سن الحضانة وفي سن الحضانة كمان. اللعبة دي بتعلمهم الأشكال الهندسية. لعبتنا النهاردة محتاجين ورق أبيض، ماركر، مسطرة، وكمان مجموعة من الألعاب لها أشكال هندسية مختلفة. هنبتدي بأن احنا هنقسم الورقة بتاعتنا ونبتدي نرسم أشكال الهندسية عليها، أي أشكال احنا عايزينها، مثلا دايرة، مستطيل، مربع، مثلث، زي ما تحب. اللعبة بقى بنلعبها ازاي؟ ان الطفل هيبتدي يشوف الحاجات الموجودة في العلبة دي، سواء العاب او حاجات تانية، ويشوف اشكالها ايه. المربعات يحطها مع المربعات، المستطيلات مع المستطيلات، الدوائر مع الدوائر، وهكذا. اتمنى اللعبة تكون عجبتكم، واتمنى كمان الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب مع الجميع. شكرا متابعتكم، واشوفكم على خير المرة الجاية ان شاء الله.